مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. حلقة جديدة من ألعاب الصلاة. دايما نجومنا في الرياضة في النادي الأهلي فعلا بيتعبوا ويتعبوا 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 في التدريب. ليه؟ لإسعاد جماهير النادي الأهلي، لأن تاريخ البطولات في النادي الأهلي ودولاب البطولات مفتوح. لسه كتير بطولات كتير هتتضاف في تاريخ النادي الأهلي ده اللي اتعمل من 112 سنة. لسه هيكمل الدولاب، التاريخ مفتوح علشان النادي الأهلي ولاعيبته يزودوا بطولاته. بس الكلام ده لما اتبنى على أساس، زي الرياضة ما اتبنت على أساس. الأساس في الرياضة عندنا في الحياة اللي احنا اتعلمناها وشفناها، إن في بنعلم ولادنا الرياضة عشان يبعدوا عن حاجات كتيرة جدا في الحياة، عشان يتواجدوا جوه الرياضة، عشان الصحة، عشان النفسية، عشان لما يجي يتعلم حتى التعليم العادي بتاعه يقدر يستوعب اكتر. الدورة الدموية بتنشط، علشان كده الناس بتعلم ولادها رياضة. لكن لما نخش بشكل احترافي فبنعلم ولادنا المنافسة في الرياضة. بتفرق كتير الحالات دي، بتفرق كتير. احنا نعلم ولادنا رياضة، فبتقول للناس كلهم علموا ولادكم رياضة. ليه؟ عشان نطلع اصحاء في كل حاجة. الصحة للبني ادم او الصحة للولد الصغير حاجة مهمة جدا. لعيبه كتيره وهي صغيره كان عندها امراض معينه، لكن لما مارست رياضه الموضوع اختلف ومشي كل ده من عندها، وبداوا في ابطال كبار في العالم واصبحوا نجوم بيرفعوا اسم بلدهم في كل المحافل الدوليه. لكن الرياضه، في رياضه تنافسيه وفي رياضه للرياضه. نعلم ولادنا رياضه، ده هدف من اهداف الدوله كمان، ان كل الولاد يتعلموا رياضه عشان يبقى عندنا شعب صحي، عنده صحه، عنده يعني نفس للمثابرة في الحياة، للعمل، للشغل. لكن خلينا نخش في الرياضة التنافسية، الوضع بيختلف. الرياضي في الرياضة التنافسية والرياضة الاحترافية الوضع بيختلف. ليه؟ لأن هو هنا بيخش على منافسة، بيخش مع منافسة مع أشقاء، مع أخوات جوه الملعب متنافسين، لكن بره الملعب لازم نسلم على بعض. في كل البلاد في العالم لو اتفرجت على اي نوع من انواع الرياضه، في احترام في الرياضه، في اخلاق في الرياضه، في حاجات مهمه جدا بتحصل بعد المباراه في الرياضه، الا وهي تلاقي اتنين مديرين فنيين دول بيسلموا على بعض، وتلاقي اللاعبين بيسلموا على بعض. التنافس انتهى عند، زي بيقولوا، عند صفاره الحكم. حكم صفر، خلص المنافسه، هنرجع اصحاب واخوات. اتمنى اشوف ده في الرياضه في مصر بصفه عامه. هنخلي ناس تحكم على التنافس في مصر. هل هو تنافس داخل الملاعب والصالات فقط، ولا التنافس بقى اصبح خارج الصالات وخارج الملاعب؟ الناس لازم تحكم على الكلام ده ولازم تشوف. لكن تاني بقول، النادي الاهلي لما علم ولاده علمه بالاسلوب ده، ان التنافس داخل الملاعب، داخل الصالات، وليس خارج الصالات او خارج الملاعب. نتمنى ان كل الناس تشوف اللي بيحصل، يعني ان في تنافس رياضي داخل الملاعب. نعلم ولادنا ده، نقول لاولادنا ده في البيوت، لكل ولي امر يقول له التنافس داخل الملعب فقط. لكن في الاخر احنا كلنا مصريين، احنا كلنا بلد واحده. نسلم على بعض ونقول هارد لك، جود لك، كسبت ماتش. انا عارف ان جمهور النادي الاهلي ما عندوش غير احنا كسبنا، لكن في الاخر جوه الرياضه في عوامل مؤثره للهزيمه وعوامل مؤثره في الخساره، لكن النادي الاهلي لا يعرف غير رقم واحد. نتمنى تكون المعلومه وصلت، نتمنى نكون الناس تتارجت ولادها بالشكل ده، لان لما هنزرع الاساس في البيت والنادي لاولادنا هيبقى عندنا تنافس شريف، تنافس محترم. نتمنى ده من كل المسؤولين عن الرياضه او كل الناس المرتبطه بالرياضه، عشان في الاخر يبقى عندنا منتخب مصر لما يقف في المحافل الدوليه يشرف ويرفع علم مصر، ولو قدر الله خسرنا نقدر نتعامل بعد الخساره بالسلام على الناس، لان في الاخر ده منظر مصر قدام العالم. خلينا نبدا اخبار النادي الاهلي. اخبار النادي الاهلي اخبار من كل اتجاه، من كل الفرق، لكن هنبدا النهارده مع كره اليد سيدات اللي ما شاء الله عليهم محققين 4 بطولات السنه اللي فاتت، والسنه دي بيواصلوا مسيره الانتصارات لانها البطوله المفضله بالنسبه لسيدات كره اليد. ما شاء الله عليهم، برغم ان عندهم اصابات، برغم ان عندهم حاجات كتير، لكن بيواصلوا انتصاراتهم وعلى نادي هوليلودو.
على نادي هوليدو بنتيجة 34-11 النادي الأهلي في دوري عمومي سيدات اللي هو حامل لقب آخر بطولة ليه. نادي هوليدو الأهلي لعبه يوم السبت اللي فات وكسبه 34-11، الفارق كبير لكن كانت مباراة مهمة. ده الفوز الرابع على التوالي بعد ما كسبنا تشامبيون الرحاب وكسبنا نادي السانتا. بكده نروح للمباراة الجاية عندنا بإذن الله يوم السبت اللي جاي، هنلعب نادي الزهور إن شاء الله في مباراة دوري عمومي سيدات. خلينا نروح لجدول عمومي سيدات كرة اليد اللي احنا متصدرينه أو المجموعة اللي احنا متصدرينها، نشوف جدول الترتيب اللي موجود في النادي الأهلي. زي ما احنا شايفين دوري عمومي سيدات اليد، النادي الأهلي المركز الأول، لعب 3 مباريات، فاز في 3 لا خسارة، ليه 102 هدف وعليه 29 هدف. الفارق كبير، ده بيدل أو بينم على 29 هدف إن فريق النادي الأهلي قوي دفاعيا، قوي دفاعيا جدا. لكن لو لاحظنا إن نادي سبورتنج في المركز الثاني كسب 3 مباريات، لعب 3 وكسب 3 لكن ليه 130 هدف، هو الأول في المجموعة دي في نسبة التهديف. ممكن يكون الفاست بريك، ممكن يكون الهجوم المنظم، حاجات كتيرة، لكن عليه 63 هدف برصيد 9 نقاط. بكده النادي الأهلي ونادي سبورتنج بيتساووا في النقاط، لكن المباريات اللي بينهم أكيد هيحصل الفارق المطلوب بالنسبة لسيدات الأهلي. المركز الثالث الطيران برصيد 7 نقاط، هو ونادي الجزيرة برضو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، والفارق كل الترتيب ده بيفرق فارق الأهداف بين الفرق. المركز الخامس والسادس الزهور هوليدو بالترتيب، والمركز السابع والثامن تشامبيون الرحاب ونادي السانتا برصيد 3 نقاط. بكده زي ما احنا شايفين قدامنا دوري سيدات اليد النادي الأهلي متزعم رقم 1 إن شاء الله بإذن الله يكمل عشان يقدر يحافظ على مسيرة انتصارات ومسيرة البطولات ودولاب بطولات كرة اليد سيدات في النادي الأهلي. كابتن نصر عيد واشتراكها في مباراة هوليدو، أكيد كابتن نصر عيد كابتن الفريق، وأكيد وجودها وتواجدها داخل أرض الملعب يضيف ويزيد من إنجازات النادي الأهلي، أو نزيد بقيمة النادي الأهلي أو حجم النادي الأهلي في البطولة دي. لأن كابتن نصر عيد احنا عارفين ما شاء الله عليه عمود مؤثر جداً في فريق كرة اليد سيدات. كانت مصابة، اشتركت في مباراة هوليدو تقريبا، كابتن ياسر صلاح ما رضاش يشاركها غير 10 دقايق، قدرت ترجع تاني الملعب لأنها بقى لها شهر ونص كانت مصابة في إيديها. كابتن نصر عيد فعلا خضعت لعمليات كثيرة جدا علاجية وتأهيلية، لكن اتعافت من الإصابة اللي كانت في نهاية الموسم الماضي. لكن إن شاء الله الأهلي هيلاعب الزهور زي ما احنا قلنا في السبت اللي جاي بإذن الله. هنسيب كابتن نصر عيد نقول لها الف مبروك على العوده مره اخرى للملاعب. الروح والحماس اللي بتديهم نصر عيد جوه ارض الملعب لسيدات اليد روح مختلفه، كل جماهير النادي الاهلي بيحبوها من كتر روحها وحماسها اللي متواجد عندها. نروح لكابتن ياسر صلاح، كابتن ياسر صلاح المدير الفني لسيدات كره اليد بيقول ان احنا بنعد الجماهير بمواصله الانتصارات. ما شاء الله عليه، في احتكار بطولات لكن هو بيبدا موسم جديد عشان يواصل الانتصارات، بتفرق كتير. هو عايز لسه يكمل في الموسم، عايز موسم جديد ويكتب تاريخ جديد للنادي الاهلي في بطولاته. كابتن ياسر صلاح اكد ان الفريق ظهر بصوره جيده في مباراه هوليدو، صوره مرضيه بالنسبه له، صوره بدايه موسم بعد 3 مباراة ان الفريق ماشي بخطى ثابته. اكيد الفريق في اول مباراه بيبدا الكيرف بيطلع على نهاية السيزون، هو الكيرف الأهم عشان دول برضو نجمات ذهب عندنا داخل النادي الأهلي. وجود كابتن نصر عيد، قال إن وجود كابتن نصر عيد إضافة قوية جدا للفريق، إن هو قدر يطمن عليها في مباراة هوليدو عشان يخش على مرحلة المطبات الصعبة أو الفرق الصعبة يكون عنده الفريق مكتمل. الفريق ناقص له 2 لعيبة مهمين، ناقص له يارا شحاتة، صليبي، ده عملية وحصلت وهي دلوقتي في التأهيل وهترجع على يناير بإذن الله. سارة الخولي إصابة، غضروف ناتش في الغضروف نفس الكلام هترجع على هنا. يعني الفرقة هتكون مكتملة العناصر الأساسية أو عناصر الخبرات بإذن الله في يناير على مرحلة التصفيات، ودي حاجة مهمة جدا، أو سوري أنا آسف، مرحلة النهائيات، يعني مش تصفيات، هي المراحل النهائية لدوري عمومي السيدات.
كابتن ياسر راح اكد برضو على ان سموحه سبورتنج، المعادي، الجزيره، الشمس، فرق قويه جدا، عملوا اضافات كتيره جدا، وشايف ان الدوري السنه دي دور صعب جدا لكن مش صعب على بنات الذهب. تعالوا نشوف الكابتن ياسر صلاح المدير الفني لسيدات كره اليد بالنادي الاهلي قال ايه بعد مباراه الليدو. ترجعوا لنا مره ثانيه. الحمد لله النهارده كان ماتش الليدو، ده من تالت ماتش في الدوري، الحمد لله ربنا كرمنا بيه. احنا لسه مخلصين الدور الاولاني من بطوله منطقه القاهره، ختمناها ان شاء الله اول، هنبدا فيها ان شاء الله من يوم 29. دلوقتي احنا بنلعب الدوري، احنا ده تالت ماتش. الدوري السنه دي طبعا مقسوم على مجموعتين 8 و8 رايح جاي، بياخد منهم أربعة. الحمد لله يمكن السنة دي من السنين الصعبة شوية، لأنك إزاي تعرف تحافظ على البطولات دي حاجة. حاجة تانية إن إحنا كان السنة اللي فاتت طالعين بإصابات كتيرة قوي زي نصرة، ويمكن نصرة النهاردة بدأت أول مباراة بس لسه يعني بدأناها، خدت حوالي دقيقتين ثلاثة بس كده إحساس الملعب، لسه راجعة. عندي يارا عندها رباط صليبي ترجع ان شاء الله في شهر واحد، وعندي ساره الخولي عندها ناتش برضه في الغضروف ترجع باذن الله برضه في شهر واحد، وعندي اصابات العاديه دعاء ان شاء الله ترجع الفتره اللي جايه. اداء المباراه النهارده الحمد لله اللي احنا قلنا عليه نفذ. ممكن النهارده الشيء الجميل واللي احنا دايما بندعم بيه بنات النادي، عندنا تصعيد من 2000 و2002 كانوا موجودين في الملعب بنسبة كبيرة. لا الحمد لله أنا شايف إن في تقدم كويس بإذن الله نكمل مشوارنا كويس. المنافسة السنة دي صعبة شوية لأن زي ما بقول لك الفرق التانية كلها دعمت، ودعمت من بره محترفين. إحنا الحمد لله بندعم من الناشئين عندنا بنات النادي. لا انا شايف ان السنه دي في جزيره، في معادي، في سبورتنج، سموحه، الشمس، الفرق دي كلها فرق من الفرق الصعبه. حتى الليدو السنه دي احنا بنلعبه في فرق كبير وكل حاجه بس شكله احسن. بدات البنات في القاعده عامه في بقيه الانديه عندهم قاعده كويسه فبداوا يطلعوا زي ما بوعدهم ان شاء الله، ان شاء الله زي ما خدنا الاربع سنين اللي فاتوا ان احنا ناخد برضو كل بطولاتنا اللي جايه باذن الله، وهم طبعا ورانا ونفسنا يرجعوا ان شاء الله. بس انا عارف ان هم بيشجعونا حتى لو هم مش موجودين، لاعبتنا ان شاء الله لازم يبذلوا مجهود عالي عن اي سنه لان السنه دي سنه صعبه، وان شاء الله انا شايف ان هم قدها. الحمد لله يعني احنا ادائنا النهارده كان حلو، طبعا في شويه غلطات في الهجوم وفي الدفاع بس اوفرول الحمد لله انا حاسه ان احنا ادائنا كويس، بنلعب لعب جماعي، الناس اكتر ابتدت تخش عشان كان عندنا اصابات، فلا الحمد لله يعني انا حاسه ان احنا النهارده ادائنا كويس مع شويه غلطات يعني ان شاء الله هنبقى نحسنها يعني بعدين. هو طبعا كابتن صلاح مدرب حراس المرمى بتاعنا، لا هو عامل معانا شغل كويس، هو معانا اربع سنين فاحنا بقى اتعودنا على بعض، وكل يعني بيبقى علينا ايام بنتمرن لوحدنا كده، بس هو يعني هو مهتم واحنا مهتمين، فعملنا يعني في الاخر الحمد لله شغل كويس. منافسه السنه دي احنا يعني انا شويه احنا جونين بس السنه دي، فطبعا مش منافسه على قد ما هو احنا بنشيل بعض، فاهم قصدي؟ اللي هو ما بقاش احنا مش عدد، فاحنا الاثنين بس، فانا شوط مثلا هي شوط، هي المره دي كويسه انا المره دي كويسه، فيعني مش منافسه على قد ما احنا في ظهر بعض او ان احنا بنسند بعض يعني. وطبعا عندنا يعني جوان، في جون ابتدت تتصاعد معانا من 2002 بس هي ما شاء الله برده كويسه فهتبتدي تخش معانا قريب. بنرحب باي حد بيطلع لنا، ما عندناش بقى حته اللي هو كبير وصغير يعني. النهارده مثلا كان في واحده 2002 كانت تلعب وينج ليفت النهارده، هي بجد ما شاء الله اداء هايل يعني، احنا كلنا قاعدين بره نسقف لها، لو انا بجد اللي هو ما شاء الله يعني عندنا جيل هيطلع يعني. زي ما شفنا كابتن ياسر صلاح سريعا جدا وقال ان الموسم ده موسم صعب،
موسم صعب، لكن انا بقول ان هو مش صعب على بناتنا، مش صعب على سيدات كره اليد، لان سيدات كره اليد معودين النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي على البطولات. اتمنى لهم التوفيق باذن الله، وفعلا الروح والعزيمه والاصرار اللي عندهم هو ده اللي احنا عايزينه في المرحله اللي جايه. هنسيب كره اليد سيدات وهنروح لكره اليد لمصر. القرعه والقرعه بطوله افريقيا المؤهله لطوكيو 2020، القرعه دي اتعملت في تونس، او البطوله هتقام في تونس من 16 ل 26 يناير القادم. اكيد لازم قبل ما نبدا في اشاده لعمل القرعه من الاخوه التوانسه. نشكر الاتحاد كله التونسي او الجامعه التونسيه لكره اليد برئاسه الكابتن مراد المستيري، لانه عمل قرعه صراحه قرعه جميله جدا، حسن تنظيم، حسن اداء الناس، حسن الكلام، كل حاجه. القرعه فعلا مصر بداتها في 2016 بقرعه عالميه، وفعلا بدات تمشي وراها المنتخبات، حتى كان الناس كلها بتقول ان مصر نظمت بطوله قويه جدا في 2016، لكن برضو نفس الكلام تونس ان شاء الله باذن الله تنظم بطوله كويسه ليها على ارض تونس. مصر نزلت في المجموعه الاولى، بس القرعه اول مره في تاريخ كرة اليد في افريقيا 17 منتخب يشارك في بطولة افريقيا. انا عن نفسي وانا بلعب ما شفتهاش، لكن 17 منتخب اربع مجموعات بطولة افريقية كبار رجال، اولا ده حاجة كويسة جدا من الاتحاد الافريقي ان هو يشارك بكل العدد ده، لكن لازم نقول له نقطة، نقلل المنتخبات عشان يبقى فيه منافسة، لان الادوار التمهيدية تقريبا تجزمها ان في اربع فرق يوصلوا، اذا كان مصر، تونس، انجولا، وفرقه تطلع الجزائر، المغرب، ايا كان. خلينا نبص على القرعه لانها قرعه مهمه جدا، لان القرعه دي هتوصلنا ان شاء الله لطوكيو. الاول على طول من القرعه دي يوصل لطوكيو جروب ايه. جروب ايه فيه اللي هو منتخب مصر، موجود فيه مصر مع الكونغو الديمقراطيه وكينيا، غينيا وكينيا، لان غينيا جايه في المركز التصنيف الثالث. المجموعه الثانيه انجولا، الجابون، نيجيريا، ليبيا. المجموعة الثالثة مجموعة سي اللي اختارتها المنتخب التونسي، اختار المجموعة دي اللي فيه تونس والكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر كاب فيرد. المجموعة الأخيرة والمجموعة الرابعة المغرب، الجزائر، كونغو، برازافيل، والسنغال، وزامبيا. بكده زي ما احنا شايفين قدامنا المجموعات المتواجده قدامنا على الشاشه، مجموعات شويه فيها منتخبات كتيره، لكن المجموعات صعبه جدا. هيتاهل من البطوله دي اول منتخب يسافر على طول دايركت لطوكيو، لكن في حاجه مهمه، تاني منتخب هيروح يلعب التصفيات الاولمبيه اللي هي بتتعمل في شهر 4. اولا بيتمنى لمنتخبنا التوفيق، لان منتخبنا النهارده على ارض الواقع هو اعلى من تونس. اخر بطوله عالم منتخب مصر لكره اليد كسبان تونس تقريبا 10 اهداف، منتخب شباب، منتخب ناشئين كسبانين تونس بنتيجه 6 7 اهداف، فالفارق يتسع بيننا وبين المنتخب التونسي الشقيق. لكن في نقطه مهمه جدا، مصر بسبب وجودها في احسن 8 دول في العالم هتخلي 2 من افريقيا يخشوا التصفيات الاولمبيه، بمعنى ان اول فرقه هتتاهل على طول لو هي مصر هياخدوا الثاني والثالث، لو هي، لان مصر حجزت مكان اوريدي في التصفيات الاولمبيه اللي هي اول 7 في العالم، اول منتخب يكسب كاس العالم يسافر الاولمبياد دايركت، ياخدوا من الثامن، من الثاني للثامن يلعبوا دول 7 فرق، ياخدوا دول 7 منتخبات، وخمس منتخبات بياخدوا تواني الخمس قارات. بس بما ان مصر حجزت مكان في التصفيات الاولمبيه الثامن العالم، مصر ان شاء الله لو كمان لو تاهلت هياخدوا الثاني والثالث من افريقيا باذن الله. دي كان حاجه مهمه جدا، كل امنياتنا الطيبه لمنتخب مصر بإذن الله، لأنها بطولة مهمة، والتأهيل إلى طوكيو 2020. هنسيب منتخب مصر لكرة اليد وهنروح لنجومنا في التنس طاولة. الأهلي بيواجه مصر التأمين في افتتاح دوري التنس طاولة النهاردة بيبدأ. أكيد اللي غايب الحاضر معانا كابتن سيد لاشين المحترف في أسبانيا، لكن نجومنا البيلي وشادي وكل نجوم الناشئين اللي كابتن أشرف حلمي بيعول عليهم في المرحلة اللي جاية، هو ومستر زانج اكيد بيعول عليهم ان هم ياخدوا خبرات في المرحله اللي جايه. وان شاء الله الماتش النهارده كان بيتلعب على صاله نادي مدينه نصر، الماتش شغال دلوقتي
بيقولوا لي كده. الماتش لسه شغال، لسه الماتش ما خلصش. مجموعه النادي الاهلي، الصيد اسوان، ومصر التامين، ورشيد، والعاب دمنهور. اعتقد اكيد دي بدايه الدوري، فاكيد برضو ماتشات تمهيديه للمراحل الاخيره في الدوري. نسيب التنس طاوله رجال ونروح لبطلتنا او النجمه الكبيره، النجمه المعروفه في العالم دلوقتي كلها، كابتن هنا جوده، بتحصد 5 ميداليات في بطوله مصر الدوليه. هنا جوده نجمتنا العالميه بتحصد 5 ميداليات، ما شاء الله عليها، ماشيه بخطى ثابته. خدت 5 ميداليات، ال5 ميداليات عباره عن مركز اول منافسات فردي وزوجي تحت 15 سنه، وكمان حققت المركز الاول في منافسات الفرق في نفس السن مع منتخب افريقيا. راح منتخب افريقيا اللي بيستعد لتاهيل معين هياخدوهم، يعملوا لهم كورسات كثيره جدا في التدريب، فاختروها من كمان من منتخب افريقيا. وكمان المركز الثالث في الزوجي والفردي تحت 18 سنه. دي بطلتنا هنا جوده، واكيد ابطالنا كلهم في كل، كابتن دينا مشرف موجوده محترفه بره، كابتن يسرى اشرف حلمي محترفه بره. التنس طاوله ليه وضع مختلف في السيدات، احترافهم بيزودهم خبرات، ودي حاجه مهمه جدا. وما شاء الله الثلاث نجوم من النادي الاهلي، غير النجمات المتالقات داخل صاله التنس طاوله في النادي الاهلي، بيحصدوا برضو بطولات جمهوريه كثيره وبطولات عالميه ايضا او بطولات دوليه اخرى كثيره. هنسيب التنس طاوله ونروح لكابتن ميدو مصلحي ونجوم الذهب في النادي الاهلي ورجال الطايره. بعد ما رجعنا من بطوله العالم، نجومنا كابتن ميدو عامل لهم جدول او عامل لهم برنامج اعداد للمرحله اللي جايه. نجومنا ما قعدوش الاسبوع، اتحاد الطايره فرض اسبوع رسمي بجواب رسمي، قال ان النجوم دي لازم تستريح في اسبوع عشان على التدريبات، لكن نجومنا عارف اشتياقهم للملاعب واشتياقهم لناديهم ان هم عايزين ينزلوا. اولا هم مش هيقدروا يلعبوا في اي مباريات في الدور التمهيدي، لكن هم هيلعبوا بعد الدور التمهيدي اول ما يخلص. كابتن ميدو صلحي بيتكلم ان هم عدلهم برنامج في الجيم، وكمان يعني بيقول ان هم الروح النفسيه بتاعتهم مهما كان، ان الروح النفسيه بتاعتهم اللي خساره لعيبه متعوده على المكسب بتاعتنا، واول ما يخش النادي الاهلي الموضوع بيكون مختلف جدا. خلينا نشوف كابتن ميدو مصلحي قال ايه عن لعيبتنا، عن التجهيز في المرحله اللي جايه، وكمان عن مستوى منتخب مصر لكره الطايره في بطوله العالم اللي جايه اللي فاتت. عفوا، بطوله العالم الاخيره خلصت، كاس العالم، وان شاء الله الفريق خد، المفروض ان هو ياخد اسبوع اجازه. لكن المثير للاعجاب ان اللعيبه الكبار اللي هو عبد الله واحمد وعبد العيال والناس كلها بصراحه عايزه تنزل التدريب عشان عارفه قد ايه المسؤوليه، فان شاء الله هينزلوا جيم كده بكره، وان شاء الله ينتظموا تماما معانا بعد حوالي 5 ايام. الفرقه طبعا عملت اللي عليها في الاول في كاس العالم، بس النهايه ما كانتش كويسه يعني، لكن في المجمل العام يعني مركز عاشر يعتبر في كاس عالم في وجود الكبار دول مرضي يعني. طبعا عامل نفسي كبير جدا، لان يعني الاخفاق في افريقيا بالذات كان صعب شويه، فان شاء الله اللعيبه الكبار بالذات لانهم مش متعودين على الخساره، ان شاء الله نعمل لهم برنامج بدني ونفسي كمان ان شاء الله، ويرجعوا على طول يعني، لان فعلا النادي الاهلي عندنا موسم صعب شويه، عندنا يمكن 4 بطولات هم دول رسميين ان شاء الله، البطوله العربيه والافريقيه ودوري وكاس. بطوله الدوري احنا شغالين فيه بدون الدوليين بصراحه، الاولاد الصغيرين عاملين انا بعتبره انجاز، مع اللعيبه طبعا اللي موجوده الكبار سواء منعم او رؤوف او عبد اللطيف او معوض، عاملين لعبنا 6 ماتشات الحمد لله كسبناهم كلهم، وده بفضل ربنا وتدريبهم، وابتدوا ياخدوا جزء كبير من الخطط الناس الكبار يعني، فالحمد لله يعني عاملين شغل كويس قوي مع الاولاد الصغيرين، وان شاء الله لما بقى اللعيبه الكبار تيجي ان شاء الله هنبدا معاهم، يمكن من ماتش اليوبلس ان شاء الله هيبتدوا اللعيبه الدوليه تلعب معانا. الرياضه عامه محتاجه عامل نفسي كبير جدا في كل الالعاب مش في الفولي بس، وان شاء الله يعني هحاول ان انا اقوم بالدور دوت مع اللعيبه كلها يعني، وان شاء الله موسم موفق للنادي الاهلي باذن الله. ديركو لاعب النادي الاهلي، او دروكو لاعب النادي الاهلي الكندي اللي وصل مصر، لاعب مهم جدا، قال ان هو الراجل سعيد بوجوده داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي بتاريخه بانجازاته ببطولاته للكره الطايره، الراجل قال ان هي محطه مهمه في تاريخه احترافه، ان هو قدر يختار النادي الاهلي. ديركو قدامنا اهو
في الصورة. وأكد الانتقال للنادي الأهلي بعد معرفة حجم بطولاته وتاريخه وجماهيره كانت رغبة أكيدة عنده أنه هو يكون متواجد داخل القلعة الحمراء. هو قال أن سماته الشخصية كمان بتتناسب مع أمور النادي الأهلي، مع شخصية النادي الأهلي، وهي دي شخصية اللاعب الكندي. وكمان قال ان هو لمس ناحية احترافية كبيرة جدا في التعامل مع مسؤولين النادي الاهلي. نروح لخبر تاني وخبر مهم عندنا. وزير الرياضة بيستقبل المنتخب او بعث الاعاقات الذهنية بعد ما ايه انجاز بطولة العالم في استراليا. دايما بيشرفونا في كل المجالات، نتعلم منهم يا ريت. ان الرياضة اخلاق زي ما قلنا في الاول، ان الرياضة مكسب وخسارة، بس دول ما شاء الله بيتحدوا كل حاجه، بيتحدوا الحاجه اللي عندهم، بيتحدوا امورهم في الحياه، وفي الاخر بيطلعوا ابطال وبيرفعوا اسم مصر، وكل الناس بتكون فخوره بيهم جدا. البطوله دي اتلعبت في استراليا من 12 ل 12 اكتوبر، مصر حققت فيها 14 ميداليه، 6 ذهب و4 فضه و4 برونز. نروح لاخر خبر معانا النهارده، وسباحه الاهلي في المياه المفتوحه. البطوله تقام في بنستعد لبطولة الجمهورية في شرم الشيخ. البطولة دي هتقام إن شاء الله بإذن الله في آخر الشهر ده في مدينة شرم الشيخ. نجومنا كتير جدا، دايما النادي الأهلي عارفين في السباحة المياه المفتوحة، معروفين عندنا تاريخ كبير جدا من أيام زمان. كل اللعيبة عندنا في كل الأيام بتاعة السباحة دايما عندنا لعيبة معروفة. الأهلي يشارك من أول تحت 14 سنة لغاية عمومي. الأهلي استعد بكل قوته للبطولة دي عن طريق كمان بطولة بلغاريا اللي قدرنا نكسب فيها 80 ميدالية متنوعة. خلينا نخرج لنجومنا ونستقبل نجومنا أبطال السباحة اللي هيكلمونا عن شرم الشيخ وهنعمل ايه في شرم الشيخ. نجحت السباحة الأهلوية من المضي خطوات كبيرة وصعبة نحو منافسة كبريات الأندية العالمية بعدما استطاعت حصد 80 ميدالية خلال مشاركتها في بطولة بلغاريا الدولية التي أقيمت منذ أيام. خاضت السباحة معسكرا مغلقا ببلغاريا وتخلله المشاركة في البطولة الدولية التي ترأس بعثة الأهلي فيها إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، وحصد الشياطين الحمر 80 ميدالية. جاءت ميداليات المارد الأحمر كالآتي: 36 ذهبية، 26 فضية، 18 برونزية. احتل الشياطين الحمر المركز الثاني في البطولة الدولية التي شهدت مشاركة عدة فرق من دول من أبرزها رومانيا، بلغاريا وأوكرانيا. لم تقتصر جوائز الأهلي على الميداليات فقط، فنجد أن ريم آسم توج بجائزة ثاني أفضل سباحة، كما حصل حسن ياسر عزت على جائزة كأس ثالث أفضل سباح، بينما توج يوسف هاني بكأس أحسن ناشئ في البطولة. تأتي هذه البطولة بمثابة إعداد قوي للغاية لقطاع السباحة بالنادي قبل المشاركة في بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة التي تنطلق يوم 29 من أكتوبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، فيما تنطلق بطولة الجمهورية للسباحة القصيرة يوم 13 من نوفمبر المقبل. يأمل قطاع السباحة برئاسة وائل عزت رئيس الجهاز في الهيمنة على ميداليات وكؤوس البطولات المحلية خلال الفترة المقبلة، وبتقديم العديد من السباحين المميزين لصفوف المنتخبات الوطنية عن طريق توفير كافة سبل النجاح لأبنائه وتقديم الدعم الكامل لهم للوصول إلى منصات التتويج في كافة البطولات المحلية والدولية، على غرار ما تم مع أحمد أكرم، علي خلف الله، هاني أمورو، أحمد حمدي، سارة سليمان، والذين قدموا أنموذجا رائعا للسباحة الأهلاوية مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة والتي أقيمت بالمغرب أغسطس الماضي.
80 ميدالية في بطولة بلغاريا الدولية إضافة لدولاب وبطولات وتاريخ السباحة في النادي الأهلي. وأكيد لما بيحققوا 80 ميدالية أكيد بيكون عايزين نستضيف كل الأبطال، لكن إحنا بناخد نماذج منهم بيكونوا هم الشك، يعني نقول إيه، هم اللي يكونوا الأيقونة أو الكلام منهم نقدر نعرف بطولة بلغاريا إيه اللي حصل فيها. خلينا نرحب بضيوفنا اللي معانا النهارده، كابتن اشرف صلاح المدير الفني لقطاع السباحه في نادي اهلي مدينه نصر. كابتن اشرف بنرحب بيك وراك الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. بنرحب بنجومنا ونجمتنا الكبيره كابتن ريم قاسم احد نجمات النادي الاهلي في السباحه. كابتن ريم منورانا. ميرسي جدا. ومعانا كابتن يوسف هاني كمان حاصل على كاس احسن سباح ناشئ في هذه البطوله. كابتن يوسف بنرحب بيك. أحبك. خلينا نبدا الحديث والاستعداد لبطوله بلغاريا. اكيد بنشكر كل الجهاز واكيد بنقول لجهاز السباحه بقياده الكابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء في النادي الاهلي الف مبروك. بطوله مهمه، بطوله قويه، واستعداد قوي للبطولات اللي جايه كمان. كابتن اشرف، استعداد للبطوله دي ازاي؟ بصراحه هي بالنسبه لنا بتبقى محطه مهمه قوي لينا، ان احنا بنبتدي بنجمع الاولاد كلهم، بيبقى عندنا حدثين مهمين اللي هي بطوله الجمهوريه طويله وبعديها بطولة الجمهورية القصيرة. فبتيجي بطولة بلغاريا بتبقى بطولة من الحمامات اللي هي الشورت كورس، وبنبتدي نجهز لها بحاجات يعني كتمارين، سواء ان احنا بننزل بطولة وفي نفس الوقت بنخش تمارين شاقة جدا جوه البطولة تجهيزا للبطولات اللي بعد كده اللي بتبقى هنا في مصر. تجهيز للاعداد لدخول البطولات المعترك القوي جدا. لكن خلينا نروح لكابتن يوسف سؤال شويه، لكن خلينا نشوف خد كاس احسن سباح ازاي. كابتن يوسف، كاس احسن سباح ناشئ بيمثل ليك ايه؟ والله يعني انا كنت مبسوط ان انا خدت كاس ديت. انا كنت واثق الحمد لله ان انا اقدر اخدها كويس مع النادي. يعني البطوله كانت احنا بناخد خبرات في بطولات زي ديت، بطولات في ان احنا نلعب مع ناس من دول تانية وكده، بس الحمد لله. شايف التنافس كان هناك مع مين؟ مع اي دول؟ هو يعني بلغاريا هناك، احنا كنا بلغاريا بنلعب النوادي بتوع بلغاريا، يعني كذا نادي من بلغاريا، والناس وفي نفس الوقت الناس اللي معانا السباحين اللي طالعين في النادي معانا في البطوله. بس كابتن ريم قاسم، كاس تاني احسن سباحه في بطوله بلغاريا، الكلام ده ما جاش من فراغ، جه عن تاريخ كبير للسباحه في النادي الاهلي. هي البطوله عامه اي بطوله اوروبيه او في اي حته بره بيبقى الاحتكاك لذيذ، ان هو كمان بيبقى النادي مسفر كذا فئه عمريه، فالصغير بيستفاد من الكبير والكبير بيستفاد من الاحتكاك مع دول تانية، بالذات ان يعني يوروب تعتبر من الناس اللي في السباحه جامدين جدا، فان احنا نتنافس في حاجه زي كده وان احنا نقدر ناخد جوائز وحاجات كده طبعا بيبقى حاجه يعني بتدينا يعني دفعه ان احنا نعمل احسن بعد كده. بتنوش لقدام الاوتيل بالظبط كده. صح؟ صح كده. كلام انجليزي عربي شويه. صح كده. مظبوط كده. طيب يوسف، قول لي بدايتك في السباحه في النادي الاهلي. انا ابتديت سباحه في النادي من وانا عندي 4 سنين تقريبا او 5 سنين في الحدود دي. بس ومكمل. لا مفيش بس بس انت بتجري مني في الاسئله. 4 سنين بتبدا سباحه، بابا او ماما او الوالد او الوالده هم اللي بيدفعوك لده، ولا انت لما رحت السباحه عشان تتعلم زينا كلنا كده واحنا صغيرين حبيت السباحه وبدات تكمل فيها؟ لا، وانا الحقيقه ان انا كنت ما بحبش السباحه خالص، وكنت يعني بتعلمها بالعافيه عشان بس اللي هو دوبك بعرف اعوم بتاع كده بس، لكن عشان بتروح البحر ما تغرقش. لو لحد 8 9 سنين انا كنت بحب السباحه خالص، و10 سنين كمان ما بحبش خالص، كنت بحب اروح التمرين الثاني. انا كنت بتمرن كوره كمان، فكنت احب الكوره اكتر وكنت برفض ان انا اروح السباحه، بس كملت وبقيت كويس. بطل في السباحه. كابتن اشرف، لاحظت ملاحظه كثيره جدا في كل السباحين اللي بيجوا لي بيقولوا نفس الكلمه اللي قالها كابتن يوسف، ان هم مش حابين يلعبوا سباحه بعد كده يطلعوا ابطال. الموازنه ازاي؟ المعادله الصعبه دي ازاي؟ يقول لك كل واحد كتير جدا يقول لي هنا يقول لي مش عايز العب سباحه، بداياتي مش لكن في الاخر بيطلع بطل، بيقعد قدامي بيطلع بطل، ازاي المعادله دي؟ هو موضوع ان هو يطلع بطل دي بتبقى موهبه طبعا، ف يعني هي دي اللي بتحكم في الاول والاخر. لكن احنا عندنا مشكله ان لعبه السباحه كتدريبها اصلا مختلفه خالص عن الالعاب الجماعيه. الالعاب الجماعيه بيبقى فيها شويه فن، بيبقى فيها شويه مشاركه، سواء كوره، طايره، فولي بول، هاند بول، الحاجات دي كلها بيبقى فيها متعه اكتر من تمارين السباحه نفسها شاقه، وانت حاطط وشك في المايه وبتعوم كيلوهات
كتيره جدا، فالموضوع طبعا بيحتاج ان احنا نوجد لهم في المستقبل حاجات زي السباحه دوافع. اه بالظبط. ريم، مع المقوله دي انت برضو لما بداتي سباحه ما كنتيش عايزه تلعبي سباحه، ولا المقوله دي غلط صح؟ لا، هو انا كنت بحب المايه قوي وانا صغيره الصراحه، وكنت بلعب كمان باليه مائي وانا صغيره، فكنت حابه الموضوع جدا، وبرده كنت بكره السباحه طبعا. بالنسبه لي الباليه المائي بنلعب مع بعض ومبسوطين وكل حاجه، بس هي زي ما كابتن اشرف قال، لما حد بيلاقي نفسه تالنتد في حاجه بيقدر يستمر فيها، بالذات كمان لعبه السباحه 9 تمارين في الاسبوع غير الفتنس غير الجيم، فهي لعبه شاقه وممله الاثنين، بس هي وانس انت كويس فيها خلاص كده، يعني بتبقى خلاص ديديكيتد ليها 100% يعني. كويس جدا، خلاص كده مش هجري معاكي في الكلام واخد منك كلام معين. ماشي. تدريبات سباحه شقه جدا، 9 تدريبات فتنس جيم، بنت بتعمل كل ده بتاريخ كبير، انا عارف تاريخ ريم قاسم ما شاء الله. شكرا. ازاي عندك الجلد ده؟ ازاي حصل الموضوع ده؟ ازاي السبيريت جات لك ان انت تكملي لكل ده عشان في الاخر ما شاء الله عليكي تجري بقى، اسمع انك ما كنتش عايز تلعبي سباحه؟ هو الحقيقه هو عامه بيبقى من الناس اللي حواليك دايما. يعني مثلا انا بالنسبه لي بابا ماما مدربي حقيقه، لو ما كانوش في حياتي يعني انا كان زماني بطلت من زمان. غير كده كمان هو حضرتك لما زي ما قلت، حضرتك لما بتلاقي نفسك كويس في حاجه وانت حد توب فيها وبتعوم يعني، خلاص انت وهبت حياتك للميه وحياتك للسباحه، فبالتالي خلاص دي تبقى اهدافك كلها على اساسها، وحياتك كلها بتنظمها على اساسها، وبتحاول تدور حياتك كلها حواليها. وهبت حياتك للسباحه، بس يعني برضه هاجي لك تاني واقول لك بتوافقي ازاي، او كنت بتوافقي ازاي؟ ما شاء الله عارف انت اتخرجتي مهندسه كبيره ما شاء الله عليكي، لكن ازاي كنت بتقدري توفقي بين كل الاجزاء دي وفي الاخر اصحابي يقولوا لك ريم تعالي معانا نخرج؟ ما فيش. ازاي وانتوا صغيرين بتعملوا ده فعلا يعني؟ هقول لحضرتك، هو الفكره كلها ان يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني اوفق بين الحاجات، يعني مثلا في الدراسه بالذات انا كنت بدرس هندسه، كنت بحاول على قد ما اقدر اللي هو امسك العصايه من النص، انا حابه الحاجتين قوي، انا حابه هندسه قوي وحابه السباحه قوي، كنت فعلا يعني في ست مرحله خاص بقى انت بتحبها، اللي هو زمان اهلك كانوا بيضغطوا عليك لازم تروح، بعدين لما بتكبر خلاص بتحبها لا ارادي يعني. فلو لازم تضطر تتنازل عن حاجات وتختار حاجات، لازم يكون في تنازل يعني. مين اكتر واحد كان بيضغط عليك في العيله؟ ضغط؟ لا ضغط مش دعم، ضغط شديد لا ما كانش فيه ضغط الحمد لله، عشان كده عرفت اكمل. حلو. بس دايما اللي كان ورايا على طول يعني، واللي هو لازم اروح كل يوم التمرين وبيأنف في ضميري، عارف انت اللي هو الحته اللي هو أيوة لو ما رحتيش هت بابايا الصراحه. باباكي اقفي له كده على الهواء الكاميرا قدامك وقولي له حاجه مهمه، لان انت نجمه كبيره النهارده يعني. لازم اشكره طبعا على اللي وصلت له لحد النهارده، وحقيقه بابا وماما يعني الاثنين الصراحه. وبجد اللي هو انا لو من غيره او من غير ماما برده ما كنتش عارفه اوصل اللي انا وصلت له النهارده ابدا يعني، استحاله. زي ما احنا شفنا ريم بتقول كلام مهم، بتقول ان دعم الاسره هو دعم مهم جدا عشان توصل لبطله، برده يوسف قال الكلام ده. كابتن اشرف، دعم الاسره مهم مع الجانب الفني للاعبين؟ اكيد. من ناحيه ان هو ان احنا الدعم الفني لينا احنا من ناحيه بتاعتنا، ان احنا دايما بنحاول نخش في الجزء اللي هو المينتال بتاعهم، نفهمهم ازاي ان الحاجات دي ممكن مستقبلا تفرق معاك وممكن تعمل لك مستقبلك، زي دلوقتي بقى في ولاد كتير قوي بياخدوا سكولارشيب في امريكا. فاحنا بنحاول برضو نوجد لهم الطريق التحفيزي، ان هم ازاي من مجال اللعبه بتاعتك دي انت تقدر تتامن مستقبلك، ممكن تخش تغير طريق حياتك خالص من ناحيه تعليم داخل مصر الى بره مصر او من جوه مصر برضو، زي ما ريم خلصت وتوصل ان هي تتاهل لاولمبيات وتتاهل لبطولات عالم. هي تاهلت لاولمبيات فعلا ريو دي جانيرو. بالظبط. فالحاجات دي هي دي اللي بتبقى مهمتنا احنا من الناحيه الفنيه، ان احنا نفتح لهم او نوسع الادراك بتاع عقلهم، ان انت قدامك هنا وقدامك هنا الحاجات دي تقدر توصل لها. بس طبعا الاساس اللي في البيت انا دايما بقولها، لان انا كنت في يوم من الايام زيهم سباح، انا بقولها لولا مامتي انا ما كنتش عارف اكمل، لان هم اللي بيفضلوا في البيت يحفزوك، لان بيجي وقت تبقى انت ممكن تزهق ممكن تمل ممكن تبقى محتاج حد يزقك. بصراحه شديده الالعاب الفرديه ولي الامر قاعد على الشغلانه مش سايبها، بمعنى واخد ابنه في ايده رايح جاي بيه، كيفيه التعامل مع اولياء الامور اللي فعلا من هنا بقول لهم فعلا بنشكرهم جميعا، لان هم فعلا بيتعبوا تعب، لازم الناس تقدر تعب اولياء الامور، لان لو ما قدرتش تعب اولياء الامور مش هتعرف هو بيصحى الصبح امتى. بالذات في السباحه بيصحى 4 الفجر، يودي يوصل التدريبات، يرجع على مدرسه، يرجع يودي تدريبات، فالموضوع صعب جدا. كيفيه التعامل مع اولياء الامور تحت الضغوط اللي هم فيها في الحياه وكمان مع اللاعبين؟
بيبقى في جزء احنا كمفروض في الجزء الفني لينا بيبقى تثقيفي لاولياء الامور اكتر عشان يعرفوا ويساعدوك في الشغل بتاعك. لان لو ما حصلش الجزء التثقيفي دوت او انت ما عندكش الملكه انك تتعامل وتفهم لولي الامر ممكن يحصل مشاكل زي ما بيحصل كتير قوي في بتعمل مشاكل كتيره في الحياه اليوميه. طبيعي جدا. إذا كان ده جانب كابتن ريب قاسم، لكن كابتن يوسف أكيد ليه جانب مختلف لأن لسه ما مرش بالمراحل الكتيرة جدا في التعليم، لسه في ثالثة ثانوي. كابتن يوسف بيتوفق إزاي بين التعليم وبين الرياضة، حبك الأولي مع إن في الأول ما كانش حبك الأولي؟ والله هو الفكرة كلها إن تنظيم الوقت. لو عرفت تنظم الوقت ما بين السباحة والدراسة يعني تعمل جدول ده امتى وده امتى وده وقت اللعب امتى ووقت الدراسه امتى ووقت التمرين امتى، الموضوع هيبقى كويس وهيعرف يمشي. ما فيش جدول ما فيش نظام الموضوع هيفلت ويبقى فيه مشكله. اكيد نجومنا اللي سافروا بره مصر كابتن احمد اكرم كابتن علي خلف الله ونجوم كبار اكيد هم عندنا النهارده قدوه لاعبين السباحه. عايز تاخد السكه دي ولا هتفضل معانا في مصر؟ لا اكيد اكيد عايز اخد سكولارشيب واطلع معاهم، اطلع مع كابتن احمد اكرم وكابتن علي هبقى زيهم اكيد فيهم في رايحين في تارجت ايه؟ كابتن يوسف النهارده هو بيتارجت نفسه في الحياه، رايح يتارجت فين؟ الحلم فين؟ ان شاء الله اني اشارك مع منتخب مصر في الاولمبيكس ان شاء الله. في يوم من الايام بطوله عالم. بطولات دوليه مع مصر يعني. ان شاء الله باذن الله تكون في بطولات جديده. كابتن ريم قاسم اتكلم بصراحه شديده معاكي، عندي تعليق عليك. انا شفتك وانت صغيره. أكيد. ما شاء الله نجمه كبيره جدا فعلا كابتن ياسر، نجمه كبيره راحت في حته ثانيه خالص، لكن في 2016 عملنا طفره كويسه قوي. تمام. ريم قاسم هديت بعد الطفره دي ليه؟ بص هو بعد ريو بالذات انا اصلا كنت يعني حاسه اللي هو ده كان الحلم بقى وخلاص ما فيش حلم بعد كده. وكمان دخلت بقى على مراحل شديده شويه في هندسه، هيك عارف طبعا سنه رابعه وسنه خمسه مشاريع تخرج زي بعض. فيعني بياخد وقت، كمان انا عماره فبياخد وقت مهول. انا لسه كنت لسه بفضل اعوم برضو بس طبيعي جدا ان المستوى هيقل شويه، ان طبعا بقيت بطبق كتير مثلا، يعني بقيت ما بروحش كتير بيت اصلا. فبالتالي طبعا المستوى قل زياده، طبعا قل شويه بس يعني الحمد لله فضلت برضو محافظه شويه، قدرت احافظ يعني، بحاول اقنع نفسي ان قدرت احافظ. اكيد بص دي حاجه كويسه جدا، واكيد كابتن ريم قاسم ان هي تقدر تحافظ ليها دراستها جامعه امريكيه، فالموضوع مختلف تماما، كمان هندسه عماره ما شاء الله عليها، فالموضوع اصعب كتير. لتقدر تحافظ مع كل ده وتقدر تبقى هي بطله لغايه وقتها هذا، محافظه على نفسها ومحافظه على تواجدها داخل الجوائز او داخل احراز الميداليات، اكيد دي حاجه مهمه جدا. كابتن ريم بتواجدك داخل الجامعه اكيد اصحابك في وقت من الاوقات كفايه بلاش، لكن انت مصممه وعندك الدافع ده اللي اتعلمتيه داخل النادي الاهلي. ده من واحنا صغيرين دايما النادي اللي هو دايما يعني ما فيش حدود لاحلامك بجد، كان دايما من احنا صغيرين بيأهلنا ان احنا دايما هننافس حاجه غير جوه مصر، يعني مش بيخلي حدودك جوه مصر. يعني كان عندنا سفريتين في السنه وكان على طول من وانا عندي 11 سنه كنت اكسبوزد للبطولات بره مصر وجوه مصر، فيعني دايما النادي هو السبب في الموضوع ده، ان احنا ما عندناش سقف لطموحاتنا ودايما ان احنا اللي هو احنا يا اما اول يا اما احنا كده خسرنا، فدايما النادي كان معودنا على الموضوع ده الصراحه. فيعني عشان كده طبعا اكيد طبعا النادي الاهلي ليه فضل كبير جدا طبعا علينا كلنا يعني. اكيد علينا كلنا، واكيد بتتكلم صح، علينا كلنا، على اي حد انتمى للنادي الاهلي الفضل النادي الاهلي بيرجع ليه. كابتن يوسف اكيد في مسيرتك الكبيره، ايه رايك في حلوه كبيره دي ولا يعني الوقت اللي انت لعبته اكيد في ميداليه بتحتفظ بيها في تاريخك اللي فات وبتحبها جدا. ميداليه في يعني في ميداليتين هم يعني 10 ميداليات. اول ميداليه عليا عمومي في السن الكبير كانت في شهر 4 اللي فاتت في اسكندريه. وميداليه لا ما تقوليش ميداليه عمومي دي انا وانت، ميداليه عمومي سبق ايه عملنا ايه؟ كان 200 متنوع. كنت نازل فاينل، انا كنت اصغر واحد في الفاينل معاهم، ويعني كنت كان نفسي اخد ميداليه في السبق دوت معاهم، والحمد لله ربنا كرم واخدت مركز ثالث يعني. تمام. دي ادي ميداليه. الميداليه الثانيه كان كنت 13 سنه وكان منافسه على كاس احسن سباح، وكنت لازم اكسب السبق دوت، وكان سبق 400 حره، والحمد لله عرفت اكسب السبق ده بتسع اجزاء. تسع اجزاء كان اول كاس احسن سباح ليا، فكانت حلوه. لعيب السباحه بصفه عامه اللي هو بيلعب حره بريست فراشه ايا كان
يقدر يلعب متنوع ولا لازم يكون سباح تخصصي في المتنوع؟ لا، لو عندك اكتر من عمتين كويسين، اتنين مش تلاتة، اتنين كويسين، ممكن انت تستارت تشتغل على العومة التالتة. احنا كده كده في الشغل بتاع المتنوع في حاجة اسمها الويك ستروك او العومة الضعيفة. فاحنا لما بنيجي بنلاقي سباح عنده عمتين كويسين وفي عومة واحدة ضعيفة والتالتة نقدر نقول عليها اللي هي يعني مقبولة، فبنقدر نعمل لو لقينا هو عنده الاستعداد ان هو يعوم في الجزئيه دي، بنبتدي نحط له خطه ان هو يبتدي يعوم في السباقات ال 200 متنوع او 400 متنوع. ريم، اكيد في سباقاتك كلها انا عارفه تلعبي حره، ليه رحت متنوع؟ يعني ايه اللي وداكي تلعبي متنوع؟ لا، هو انا ما لعبتش متنوع، انا اتجهت للطويله اكتر. للبحر. دي واحدة 400، دي واحدة 400 حرة، سوري يا ناس، ده يوسف، ده يوسف يعني معلش. لا، اللي خليت اتجه للطويلة حقيقي اللي هو لقيت نفسي فرصة أحسن بكتير من القصيرة إن أنا اتجه للطويلة. فبالتالي ابتديت بقى أعوم على البحر أكتر، وبعدين اتجهت هنا أحسن في البحر، كل ما المسافة تولت أنا بعوم أحسن. فبس فروحت بطولة عالم، بعدين رحت بعدها معسكر، بعدين تحاولت اتاهل الاولمبياد، بعدين اتاهلت الاولمبياد. وتاهلت الاولمبياد. طب لازم اقول لك الفرق بين السباحه القصيره او الشورت كورس او الحاجات او الملاعب الصالات او الملاعب الصغيره والبحر، الفرق بين ده وبين ده؟ هو الفرق كبير، هما اصلا لعبتين مختلفين تماما بجد. البسين بيبقى انت في حارتك لوحدك ومفيش اي عوامل خارجيه خالص، وبيبقى التاتش بورد ويعني وسباقات سرعه جدا كويس. البحر بقى عايز نفس طويل، وبعدين بقى في عوامل خارجيه كتير، الجو والكارنت بتاعت الميه والمنافسين اللي معاك، احنا ممكن يكون مثلا 50 بنت عايمين في اقل من 5 متر مثلا، وكلنا فوق بعض بقى. بس على حاجه، كلنا فوق بعض بيتخبطوا في بعض وانتوا بتعوموا فعلا ولا المسافه بعيده بس انت شايفه؟ لا لا لا، بنخبط بعض جامد، بالذات في الاول، ان احنا الستارت بيبقى كلنا مع بعض نفس الوقت، وكله عايز يعوم في اقصر، هو لازم المسار بيبقى ليه تكنيك معين واتجاه معين، فالاقصر يعني زي كده الجري، لما حضرتك بتقصر المسافه على نفسك تلف على ضيق مثلا او تلف على واسع على حسب برضو كل سبق، اكيد بيبقى هو ده الاحسن. فبالتالي كل البنات عايزين يروحوا عند الحته دي كويس، فبالتالي بقى بيبقى فيه هجوم على كارنت معينه نعوم عليها كلنا، فبالتالي بيبقى فيه طبعا بنخبط بعض كتير جدا، بالذات في الاول لما قبل ما كلنا نبتدي بقى في سرعات بتختلف ويبقى فيه مسافات بين كل لعيبه ولعيبه. قبل ما اسيبك، اصعب سبق اتدربتي فيه ويعني عايز اقول لك ايه، غطسوكي في الميه؟ كان اصعب سبق خالص، كان اول بطوله عالم ليا انا، كنت ما كانش عندي قوي خبره في بطولات بره مصر قبل بطوله العالم، لسه بقى بنوت راحه على بطوله العالم، ما عنديش خبرات، ما عنديش خبرات خالص. فلو كنتش فاهمه قوي ان المنافسه عنيفه، يعني غير مصر برضو المنافسه بره بتبقى عنف بكتير، ان حضرتك بيبقى معاك يعني بلاد جامده جدا في السباحه وبنات كمان ما شاء الله يعني حاجه باور قوي بقى وحاجات، فما كنتش متخيله قوي المنافسه، فكان الموضوع بالنسبه لي يعني مش مستوعباه خالص، فضربت جامد جدا عشان ما كنتش مستعده. عارف انت ضربتي؟ طبعا. غطسوكي في الميه ولا ضربتي بقى عادي؟ لا، هو ما فيش ضرب، بس بيبقى احنا بنخبط في بعض، فانت لو مش مستعد للخبطه انت هتقع تحت ومش هتطلع يعني، فانا وقعت تحت فعلا وما طلعتش، فيعني الموضوع كان بيضحك بالنسبه لي شويه. كابتن اشرف، زي ما احنا شايفين السباحه زي ما ريم قالت ان السباحه الطويله غير السباحه القصيره، ازاي بتختاروا لاعبين السباحه القصيره توديهم سباحه طويله، ولا هو السباح اللي بيروح السباحه الطويله ده بيكونوا بيظهروا في الاول في السباقات اللي هي اللونج ديستنس او المسافات الطويله بتاعه البسين، اللي هو من اول 400 800 1500 اللي هي السباقات بتاعه الحمام السباحه نفسها، اللي هي احنا بنعتبرها بنقول عليها برضو سباحين الديستنس اللي هو جوه البسين. هم اللي بيتميزوا، هم اللي بنبتدي نحط عينينا عليهم، ان احنا ممكن ندخلهم في الانفايرمنت المختلفه تماما. طبعا ان في ناس كتير قوي ممكن تلاقيه سباح متميز 400 و800 متر بتروح تحطه في البحر، ممكن يكون عنده فوبيا، يخاف، تلاقيه مش قادر يعوم، يخاف سباح يخاف. في ناس كتير في البحر لما بيحط وشه في الميه وانت مش شايف حاجه، الدنيا خضراء، بيبتدي السب كونشس او المنطقه بتاعت مخه يتهيأ له بقى اسماك او حاجه. يعني عندنا انا واجهت الموضوع ده كتير قوي. انت شخصيا ولا انت واجهت الموضوع ده مع سباحين؟ انا واجهته ايام ما كنت بلعب سباحه. انا يعني انا اقول لي الفوبيا دي بالذات، يعني بتبص في الميه تخاف يعني انا مثلا سمكه قرش انا مثلا لا مش كده، هي ان انت تبقى عايم مش شايف اللي قدامك. يعني انا نفسي كنت عمت لغايه 400 متر ايام ما كنت بلعب سباحه في النادي، وما عرفتش الاقي نفسي او ما ارتحتش في عوم البحر. عندي سباحين قابلت معاهم نفس الموضوع دولت، نفس المشكله برضو، فهي بتبقى برضو حسب السباح، يعني في الاول والاخر بتبقى حسب السباح. يوسف، هتروح سباحه طويله
ولا مش ناوي خالص الموضوع الضرب والزق ويغطسوك تحت الميه؟ والله انا عندي بطوله كمان اسبوع تقريبا. انا عارف بس انا يعني ايه اللي وداك؟ لان انا يعني اول مره نزلتها كسبت سباق عرفتك سوه، بس المره فاتت زي ما قلت ريم انا ضربت تعجنت مش ضربت في البحر في الاول خالص في اول السباق اول في الستارت اللي هو كلنا بنبقى جنب بعض وكملت سباق بالعافيه اللي هو كملت خلاص الناس بقى بعدت بحاول ابص عليهم مش لاقي الناس اللي هم اللي بينافسوا معايا خلاص يعني شبه سبت السباق بس يعني ربنا يكرم في المره الجايه ان شاء الله. ريم قولي لي في شرم الشيخ هنعمل ايه؟ لا ان شاء الله يعني انا يعني من ساعه ما خلصت جامعه وانا يعني المفروض عايمه كويس الحمد لله فحاسه ان شاء الله ان هو في مؤشرات حلوه كتير وبعد البطوله دي كمان مؤشر حلو فحاسه ان شاء الله هعمل حاجه كويسه يعني ان شاء الله. ريم قسم بتضرب وهي في السباحه لا خالص بجد لا يعني بفادي بس والله لا مش بفادي؟ لا ما هو عشان لو حد زنق عليا يعني ما مش عايزه اتخبط برضو يعني صح. عامه هقول لكم صراحه انا هعديها الكابتن ريم قاسم ان السباح في ارض الملعب اكيد بزدي قوه من هنا بالظبط من هنا عشان تعدي. كابتن اشرف قول لي المرحله اللي جايه في النادي الاهلي باذن الله للسباحه القصيره والسباحه الطويله. احنا ان شاء الله باذن الله هننهي سنه 2019 ديت بجمهوريتين. اول واحده طبعا الجمهوريه الطويله اللي هي في شرم الشيخ كويس ودي الحمد لله برضو يعني من الفتره بتاعت بلغاريا مدربي من وانا عندي 11 سنه هو دكتور شمس. انا طبعا يعني انا بجد هو لو مش مدربي ما كنتش زماني كملت سباحه فانا طبعا لازم اشكره طبعا وهو اللي وصلني لكل اللي انا فيه وبجد هو يعني حد دايما بيجدد من نفسه ودايما عنده خبره واسعه جدا. هو كان سباح فعلا قبل كده وبطل افريقيا فيعني هو اللي وصلني لكل اللي انا فيه ده دلوقتي وكمان هو وصلني ان انا اتاهل من غير ما اسافر بره البلد وفضلت قاعده هنا ما شاء الله واتخرجت هندسه اللي انا عايزاها برده فلازم اشكره طبعا يعني اقول له شكرا ان هو وصلوني. كلمه اخيره لكابتن يوسف للمدربين في المرحله السابقه لكابتن يوسف. انا اتدربت مع كذا مدرب كلهم ساعدوني كل يعني مفيش مدرب اتمرنت معاه وسبته وانا في اي مشكله او اي مشكله معاه فكلهم ساعدوني وكانوا في ظهري وبقالي يعني فتره طويله بقالي سنتين بتمرن مع كابتن اشرف فهو كان في ظهري وفي كل مشاكلي يعني كان بيساعدني في كل حاجه فبشكره طبعا. زي ما احنا شفنا وسمعنا وشفنا قدامنا من كباتن الكبار بتوعنا بيوجهوا رساله او يعني كلام لمدربينهم لازم نسمع كلمه اخيره من الكابتن اشرف ليه رساله لكل الناشئين وناشئات وابطال النادي الاهلي في السباحه عشان يوصلوا ان شاء الله على منصات التتويج العالميه. كابتن اشرف تقول ايه؟ طبعا ابلغ ان السباحين كلهم ان السباحه تقدر منها كرياضه تفيد حياتك زي ما ريم قالت حته الالتزام حته ان انت تنسق تعمل لك مستقبلك في حاجات كتير قوي. تاني حاجة اللي بالنسبة للجزء بتاع الرياضة نفسها الاحترافية
تقدر توصل لحاجات كتير قوي، بحيث ان هي تأمن لك يعني تأمن لك حاجات كتيره كرياضه يعني. ف يعني اقول لكل السباحين انا اتلخبطت شويه في معلش بس انا انا يعني دي قررتنا واحنا نقول احنا عايزين انا اتلخبطت شويه بس هي الفكره ان هي انا مارست اللعبه كسباح اتعلمت كتير يعني حاجات كتير قوي وفادتني حاجات كتير قوي بتعلمها لاولادنا بالظبط. انا دلوقتي بعرف اتعامل فيها مع الولاد وبقدر اوضح لهم ازاي تقدر الحاجات دي تفيدهم وازاي يقدروا يوصلوا يبقوا ابطال. كابتن اشرف نورتنا وشرفتنا ودايما في انجازات وبطولات. الله يخليك. نجومنا الكبار كابتن ريم قاسم كابتن يوسف نورتونا وشرفتونا ان شاء الله دايما تكونوا معانا متواجدين ودايما ابطال السباحه اذا كان نجوم او نجمات الاثنين مع بعض فعلا دايما السباحه في النادي الاهلي شكل مختلف ووضع مختلف بطولات مختلفه. بنشكر جهاز السباحه بقياده الكابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بصفه عامه لان فعلا عندنا نجوم كتيره في كل المجالات في كل الالعاب. زي ما احنا عندنا نجوم دلوقتي حاضرين حاليين لازم نرجع للتاريخ لورا. عندنا نجمات ونجوم في النادي الاهلي. خلينا نخرج لتقرير ونروح لفاصل ونروح لتقرير وننهي بيه الحلقه اللي هسيبكم تستمتعوا معاه. كابتن ياسمين عزت احد ركائز النادي الاهلي في التسعينات واحد اللي حققت مع نادي توجت النادي الاهلي في بطولات كثيره جدا ان شاء الله تستمتعوا معاها لنهايه الحلقه. في الاخر بشكركم ونسيبكم مع كابتن ياسمين عزت. أنا اسمي ياسمين عزت، كنت لعيبة باسكت في النادي الأهلي. ابتديت باسكت وأنا عندي 8 سنين، واللي اكتشفتني كابتن سهير الشلقاني. كانت لعيبة باسكت قديمة في النادي الأهلي وكانت بتيجي عندنا المدرسة، كانت ولية أمر، كانت بتتطوع كده في الرياضة عندنا، فأخدتني الأهلي عشان ألعب باسكت. أول فرقة دخلتها كانت الميني باسكت. أنا كنت بحب الباسكت، أنا كنت بلعب باسكت وبلعب فولي في المدرسة، وهي كانت بتيجي تمرننا الحقيقة، فهي حست إن أنا ممكن هنفع في الباسكت فأخدتني النادي الأهلي أنا وواحدة صاحبتي تانية وكملنا بقى. كان معايا رحاب الغنام وكان ياسمين مراد، هي اللي جت معايا كانت معايا في المدرسة وإحنا رحنا مع بعض، وكان في مروة الأجهوري وكان في رانيا عادل برضو. دول اللي أنا افتكرهم وإحنا صغيرين. بعد كده بقى لما رحنا الدرجة الأولى كان في بقى داليا عرابي، كان في نيفين عقل، كان في ريهام صلاح، كان في نازلي، كان في رولا رضا، هم دول كانوا الفرقة بتاعتي. الانتقال من الميني باسكت لحد الفريق الأول كان الأول، أول واحد طبعا مراني كان كابتن طه الغنام، وكان في طبعا التزام في حضور التمارين. انا رايحه النادي الاهلي يعني مش رايحه العب في المدرسه او حاجه. بعد كده كان في اللي هو تحت 12 سنه وتحت 14 سنه اللي هو الباساريل، اللي كانت متمرني كانت كابتن لبنى فاروق، دي برضو ليها فضل كبير قوي 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 عليا. كنا وقتها برضو لسه صغيرين وبرضو بنحاول نتدلع نطنش التمرين نعمل مش عارفة ايه، بس ما فيش الكلام ده طبعا خالص في النادي الاهلي. كان في التزام في التمارين على طول وده السبب ان احنا مستوانا بيزيد وكده وبيعلى. ابتديت بقى في الباساريل اظهر اكتر وابقى سكورر الفرقة. وقتها كان سهى فكري بتلعب معايا ورحاب الغنام. وبعد كده تحت 16 سنة نفس الحكاية برضو، أنا كنت بلعب كاتر أغلبية الوقت، كاتر يمين ساعات شمال بس يمين أكتر. بعد كده كابتن لبنى فضلت معايا بقى سنين طويلة جدا لحد ما رحت الدرجة الأولى. أنا ما تصعدتش درجة أولى، رحاب وسهى تصعدوا لأن هما كانوا محتاجين بيفت وبلاي ميكر، وكابتن لبنى برضو كانت بتحبني قوي فكانت دايما متمسكه بيا مش عايزه تسيبني اطلع الدرجه الاولى. فلعبت بقى الاعمار السنيه كلها
لحد ما طلعت درجة أولى طبيعي يعني زي على حسب سني. أول بقى ما رحت الدرجة الأولى كان في برضو لبنى، كابتن لبنى برضو كانت موجودة وكابتن طه الغنام. تقريبا قعدنا مثلا 6 سنين نفس المدرب والمدربة هما اللي ماسكين. ف يعني حسيت ان مفيش اي حاجه اتغيرت، يعني كاني في وسط اهلي وفي وبلعب براحتي وكل حاجه. لما طلعت بقى الدرجه الاولى كان في طبعا فطاحل الدرجه الاولى، كان في راني عادل دي كانت بتلعب برده كاتر يمين. كنت خايفه جدا بقى لما جيت اطلع الدرجه الاولى لانه في ناس طبعا اقوى مني بكتير جدا، وانا هلعب امتى؟ وكنت قلقانه قوي وكده. بس كان في بقى سهى من الناشئين معايا هي ورحاب وكده، فكانوا بيطمنوني. وراني عادل كانت كابتن الفرقه وقتها وكانت بصراحه بتشجعني جدا. يعني عمري ما حسيت ان مثلا انا في حته مش مستريحه فيها او رايحه الدرجه الاولى حد هيضايقني او هيغلس عليا او اي حاجه. بالعكس بقى شجعوني جدا جدا جدا. والحمد لله كنت بلعب، يعني كنت ثبت وجودي وكنت بلعب في الفرقه وكده لحد ما الحمد لله رحت كمان المنتخب. مفيش دوري من ساعه ما دخلت النادي الاهلي احنا ما خدناهوش من ساعه الناشئين لحد طالع. يعني الفرقه دي من اهم الفرق اللي جت في النادي الاهلي. احنا كنا بنكسب كل حاجه الحمد لله، وكنا بنطلع كمان بطوله عربيه كل سنه. كنا برضو بكز، يعني جبنا مركز اول ومركز تاني ومركز تالت. وكان دايما طبعا المنطقه احنا اول منطقه واحنا اول دوري. كان في فرقه سبورتنج هي دي الفرقه اللي كانت دايما بتنافسنا، فرقه قويه جدا برضو. بس احنا يعني انجازاتنا كانت اكتر منهم، يعني الدوري احنا واخدينه اكتر، كاس ساعات هم بياخدوا الكاس، مره اخدوا الدوري على ما افتكر يعني. انه بس احنا كنا التوب في الوقت الجيل ده. بالنسبه للدراسه بتاعتي طبعا المدرسه كانت بتساعدني جدا، ان انا يعني كان عندي ماتشات على طول وكنت لازم اخرج من المدرسه معظم الوقت، وكنت قاعده في معسكرات كتير. لما رحت الدرجة الأولى كنا تقريباً عايشين في معسكر، ما بنروحش البيت. أمي طبعاً كانت بتشجعني، يعني ساعات أحياناً بيبقى عندي امتحانات مثلاً في الجامعة مهمة جداً، وبيبقى عندي سفرية وأروح أستأذن مثلاً من الأستاذ في الجامعة يقول لي مش هينفع إنك تسافري، فأروح أتكلم مع أمي أو أبويا يقولوا لي لا طبعاً سافري، دي فرصة مش هتتعوض. كان عندنا مرة بطولة في تونس كانت بس كانت منتخب، وكان وقتها في عز امتحاناتي اللي هي اهم امتحانات في الجامعه عندي، وكان ما بين ان انا اسافر او ما اسافرش بسبب بس اهلي لا كانوا بيشجعوني طبعا على الرياضه. يعني مامتي مثلا كانت بتشجعني على الرياضه اكتر من ان انا اذاكر. بس كان في طبعا دكاتره في الجامعه كانوا كان في طبعا جوابات كنا بنجيبها من اتحاد الباسكت، ودي برضو كانت بتخلينا ان احنا نسافر، او بس معظم الوقت احنا قاعدين في معسكر. فاللي هيلعب رياضه هيلتزم بده، مفيش تهريج عشان تنجح. برضو من ضمن الحاجات ان انا ولادي اصريت ان هم يلعبوا رياضه. يعني انا عندي ولد وبنت كبار 14 سنه و 13 سنه، انا اصريت ان هم طبعا يلعبوا باسكت. فمن وهم صغيرين 3 سنين وانا بوديهم زي اكاديميات وحاجات كده عشان يتعلموا الباسكت. بنتي كانت بتحب الباسكت قوي عشان هي كانت بتتفرج عليا وكده دايما، وبتشوفني وانا بلعب، وبتشوف بقى الماتشات والحاجات بتاعتي القديمه. كان في عندنا طبعا فيديوهات، ما عندناش احنا سيديات والكلام ده، فكنت بفرجها وعلى صوري وبتاع وكده، فانا مثلها الاعلى، فكانت نفسها تلعب باسكت. ابني برضو حاولت طبعا باسكت بس فشلت فشل ذريع، لانه كان بيزوغ من تمارين الباسكت ويروح تمارين الكوره، مصر وانا مصره باسكت. ففي الاخر خلاص بقى يعني بقى كوره، وهو بيلعب كوره في 2006 هنا في النادي الاهلي. وبنتي بتلعب برضو في تحت 16 سنه باسكت في النادي الاهلي. ف
فدي كانت من اهم الحاجات اللي انا عايزاها تحصل في حياتي، ان ولادي يبقوا رياضيين زي، لانها بتغير في شخصيه البني ادم طبعا تماما. بيبقى فيه التزام، بيبقى فيه تحمل مسؤوليه، بيبقى عندك شخصيه مختلفه، بتبقى ملتزم في كل حاجه في حياتك، ملتزم في الدراسه، ملتزم في مواعيدك، ملتزم مع اهلك. احنا مثلا كفرقه زمان افتكر احنا مثلا كنا بنصلي مع بعض جماعه، يعني انا اتعلمت الصلاه مثلا مع فرقتي، لحد النهارده الحمد لله بصلي وكل حاجه، وبحاول اعلم ولادي كده برضو. يعني كنا دايما ساعات مثلا قبل الماتشات نروح السيده نفيسه نصلي، او في المعسكرات كنا ساعات برضو بنقوم نصلي الفجر ساعات جماعه. فدي برضو خلتك عندك برضو سن التدين، ودي مهمة برضو. هو الحقيقة أنا على أيامي لما كنت بلعب ما كانش فيه الصراع ده في اللعب والبوزيشنز، وأنا عايزة أخد مكان ده وعايزة ألعب مكان ده وحد يقوم على حد. إحنا ما كانش عندنا ده خالص، ولا في وسط أولياء الأمور ولا في وسط اللعيبة ولا أي حاجة. يمكن في المنتخبات ده بيحصل، لأن البنات ما بتبقاش فرقة واحدة، فبيبقى في منافسة شريفة طبعا وكل حاجة. بس فأنا بحاول لما بلاقي حاجة زي كده مثلا بتحصل مع أولادي برجع أكلمهم بقى على وقت ما أنا كنت بلعب، إن إحنا ما كناش بنعاني من القصة دي، إن المدربين يعني مثلا المدربين بتوعي كانوا كابتن طه الغنام ده كان كأنه أب بالنسبة لي، فلما مثلا بيزعق او حتى بيزقنا او بيعمل، فدي بتبقى انه عايزنا نبقى احسن، عايز يدينا حافز، عايز يشجعنا. دلوقتي مثلا ممكن الولاد تبقى بتاخدها بطريقه تانية، بتزعل، بتتضايق، بتتاثر، بتيجي تشتكي لي المدرب مثلا زعق لي المدرب، فانا ما بلعبش. دي طبعا بتتقال كتير قوي، انا ما بلعبش، انا قعدت، انا عملت. فبيبقى في طريقه انت بتحاول ان انت تفهم ابنك او بنتك انه استنى هتلعب، هترد في الملعب مثلا، وهم اصغر من كده يقولوا لي مثلا كلمي المدرب. طبعا لا يمكن اعمل حاجه زي كده، دي استحاله، لانه انا حتى يعني بنصح اولياء الامور ان هم ما يعملوش كده، لانه هو كويس هيلعب. انا دايما بقول كده، انا دخلت ولادي من غير اي وسايط في النادي الاهلي، انا ما اعرفش اي حد في الكوره، ابني راح الاختبارات زيه زي اي حد. في يوم الاختبارات دخلته ولقيت حد بيقول له استنى على جنبه مش عارفه ايه وبتاع، وبعدين سجلوه. لان انا في النادي الاهلي انا وحشه مش هلع، فما فيش وسايط، فيش الكلام ده خالص، لا مع البنت ولا مع الولد. السوشيال ميديا دلوقتي يعني واخده حجم كبير جدا في كل حاجه. احنا على ايامنا كانت بس في مجله الاهلي كانت بتكتب علينا، كانت مدام عزه هي دايما اللي بتكتب علينا المنشطات والحاجات دي. غير كده كان في ساعات جرايد بتكتب عننا برضو، بتحط صورنا ابيض في اسود. لا طبعا دلوقتي محظوظين جدا اللي موجودين دلوقتي، لان السوشيال ميديا يعني مساعداهم طبعا. وانا عامه كنت بعيده شويه عن المعلومات عن الفرق والانجازات والنتائج والحاجات دي كلها، بعرفها طبعا من الفيسبوك والسوشيال ميديا والحاجات دي والصور طبعا الكتير. لا على ايامنا ما كانش فيه الكلام ده خالص، بس كان ساعات القنوات برضو المصريه كانت بتيجي ورانا ساعات في البطولات المجمعه، بورسعيد او اسماعيليه، بيصوروا الخمس ماتشات مثلا اللي احنا بنلعبهم، بتتذاع على النيل للرياضه او كده. بطولات العربيه لان لبنان الباسكت فيها رقم واحد، فكانت دايما الال بي سي بتذيع ماتشاتنا، فاحنا كنا تقريبا معروفين اكتر في لبنان اكتر من هنا، يعني هنا مش قوي، بس في بيروت مثلا لا
الال بي سي عشان الناس كلها بتتفرج عليها. كنا ساعات نمشي في الشارع الناس تيجي تسلم علينا وعارفانا بالاسم وكده. انا ولادي نفسهم وهم رايحين التمرين انا بنصحهم بقى ان هم عشان يركزوا في اللعب ما يفضلوش ماسكين الموبايلات بتاعتهم، يبصوا على الانستجرام، يبصوا على الفيسبوك، الحاجات دي كلها طبعا بتشتت تفكيرك، بتخليك مش مركز. احنا قبل الماتش كنا بنقعد ساكتين خالص، يعني نركب الباص واحنا رايحين فيش بقى خالص لا في موبايلات نمسكها ولا في سوشيال ميديا ولا اي حاجه. لازم تركيز قبل ما تنزل الماتش، تركيز في التسخين. ابني وبنتي بنصحهم انه التسخين ده مهم جدا جدا، الستريتشنج، الحاجات دي كلها، لان احنا لو لعبنا من غير ما نسخن كويس الاصابات بسم الله ما شاء الله. فطبعا في النادي الاهلي بيبقى فيه مدرب بتاع لياقه بدنيه، ده بيبقى موجود معاهم، هو اللي بيسخن معاهم، وفي كابتن الفرقه طبعا، يعني نفس اللي كان هو سيستم. حتى لما بتروح تتفرج على الماتشات بتاعه الناشئين الباسكت كنت دايما اشوف الاهلي داخل مرتب، لابسين زي بعض، التسخين شكله حلو، مش كل حد بيعمل حاجه، المنظر مختلف، النادي الاهلي منظر مختلف، بتبقى فرحان وفخور. لما جيت ابطل باسكت وقعدت شويه وابتدى انديه تانيه مثلا تكلمني مش عايز تيجي تلعبي مش عارفه ايه، ما قدرتش يعني خلاص، هو النادي الاهلي بس. في ناس طبعا بتحب تكمل، اذا ما كانش النادي الاهلي مش هقدر اروح حته تانيه. طبعا فرقتي كلها لسه على علاقه بيهم، عندي بقى على الفيسبوك وعندي على الانستجرام، فاحنا حتى لو ما تقابلناش او كده بنبقى عارفين اخبار بعض من السوشيال ميديا، فهي طبعا فادتنا في الحته دي. بنتجمع كل سنه في البطوله بتاعه 3 على 3 دي، بس بقينا مثلا ممكن ندخل حد، مثلا احنا بنبقى 4 بنات، فممكن حد يجي معانا مثلا واحده تيجي من الجزيره تلعب مثلا معانا، تبقى بس بنتقابل بقى كلنا في البطوله دي دايما. وساعات بنخرج كتير قوي برضو مع بعض، برضو على الواتساب عندنا جروب عاملينه في كل البنات بقى، مش بس بتوع الاهلي، في بتوع الاهلي وبتوع المنتخبات وبتوع الانديه التانيه برضو، كلنا جروب واحد. ساعات بنخرج مع بعض وساعات بنعمل خروجات، وفي مناسبات طبعا كلنا بنفتكر بعض وبنحضرها مع بعض. ما سلكتش التدريب عشان ما يجيليش القلب والسكر والضغط. الله يكون في عونهم، بيصعبوا عليا جدا. كابتن طه كان يعني كان عصبي جدا طبعا، وكان كابتن سيد صابر برضو من ضمن الكباتن برضو اللي مرنوني، واستفدت جدا 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 منهم، وهو دلوقتي حاليا برضو ماسك الفرقه بتاعت بنتي. فانا مبسوطه جدا ان لما بنتي جت الاهلي كان سيد صابر وعمرو صابر هما اللي ماسكين الفرقه، ومدرب شاطر قوي قوي قوي. الحمد لله ان انا ما دخلتش التدريب والحاجات دي، لا يمكن ما اقدرش، هم الله يكون في عونهم. كابتن طه مره اغمى عليه، كنا مغلوبين من سبورتنج وكنا بنلعب في اسكندريه 20 بوينت تقريبا، كان فاضل 5 دقائق على الماتش وعوضنا وكسبنا باسكت. طبعا من كتر الفرحه والتنشنه في نفس الوقت اغمى عليه، احنا طبعا كنا منهارين لما شفنا المنظر ده. وطبعا والحاجات التانيه بقى والعصبيه والتعب والحاجات دي، لا طبعا ما اقدرش ان انا ابقى مدربه، انا اتفرج من بعيد لبعيد. في حاجه كمان، زمان لما كنت بنزل الملعب كنت بارده قوي، يعني كل اللي في الفرقه كانوا مثلا يبقوا متنشنين، راني عادل ساعات نبقى مثلا ماتش جامد قوي مغلوبين في حاجه تبقى متنشنه وانا نازله بضحك، يعني لما اكون تغييره او حاجه بنزل برد قوي. فدلوقتي بقى طبعا لما بتفرج على الولاد عيالي ممكن اقف ورا السور عشان من التنشنه اللي انا ببقى فيها، يعني ده اللي اتغير.
جمهور النادي الاهلي كان دايما بيدعمنا وبيقفوا معانا وبيشجعونا وبيروحوا ورانا في كل حته. كان في منهم ناس بتسافر معانا، تسافر اسكندريه، اسماعيليه، بورسعيد، زقازيق، وبيشجعونا وبيدعمونا. هم دول يعني من اهم حاجه في النادي الاهلي، وهم كانوا حافز لان احنا نكسب، وده هدفنا كلنا لانه هدفنا واحد احنا والاداره والفرقه والجمهور. ولحد دلوقتي انا بشوف منهم ناس من ايام زمان بيبقوا موجودين وبيجوا بيسلموا عليا وعارفين ولادي، وفي الـ في الـ في الانتخابات مثلا بتاعه اتحاد الباسكت بيبقوا موجودين، في الماتشات بتاعه الناشئين بشوفهم في كل حته. طبعا النادي الاهلي ده زي بيتي التاني، انا يمكن عشت فيه اكتر ما عشت في بيتي، فطبعا انا بحب النادي الاهلي جدا وبحب الباسكت قوي، دليل ان انا ما قدرتش اروح اي نادي تاني العب فيه غير الاهلي، فطبعا النادي الاهلي ده بيتي التاني. والمدربين مفيش اي حد فيهم حسسني ان انا يعني مش بنتهم او اختهم او كده. بالنسبه للجمهور، طبعا الجمهور ده كان طول الوقت ورانا، طول الوقت ورانا معانا في كل حته وما تغيروش. انا ساعات حتى لما باجي النادي هنا بلاقي نفس الناس بيسلموا عليا وفاكريني وكل حاجه.